أكبر كذبة بالقرن العشرين، كذبة سوينا إياها على أنها الطريقة الوحيدة للعيش، وبدونها أنت تكون خارج عن الطريق، كذبة الديمقراطية والحرية الزائفة. الديمقراطية بالقرن العشرين هي فتحجة يتحجج بيها الدول الغربية على أنها طريقة العيش الوحيدة الممكنة. لأي دولة تصير عندهم مشكلة وياها، هسه مو مشكلة. بعيدا عن السياسة، تقمصنا إحنا دور الديمقراطية، تقمصنا أدوار الحرية، واعتبرنا روحنا أحرار. بس ما حد يفكر بطريقة مثل ما الأحرار يفكرون، ما حد يعيش حياته حقيقية بحرية، لأن مفهوم الحرية اللي عندنا هو مفهوم خاطئ. أقول لك شلون. هالحرية الزائفة هي عبارة عن استعباد مسير، عبارة عن سلاسل بلا قيود. وسأقولكم شلون. وظائفنا صارت وظائف استعبادية، طريقة تفكيرنا نعتمد بيها على الثاني ايش راح يقول. نحكي كلنا بالحرية، واتخذنا الحرية انه عادي نعوف عاداتنا وتقاليدنا ومبادئنا من باب انه كل واحد يسوي اللي يريده، مع انه من ترجع لراس الموضوع للأبي اللي بدأ كل هذا الحكي والدراما، الولايات المتحدة الأمريكية. تقدر تروح لأمريكا وتشوف الحرية وحرية التعبير والبند الأول مع أنه هي حرية زائفة، وراح أثبت لكم بعض النقاط شلون هذه حرية زائفة. حرية زائفة من أنت تقدر تروح حشا لكتاب الله أنه تأخذ قرآن وتحرقه بنص أمريكا، بنص أكبر ساحات أمريكا، وماكو واحد يقدر يحكي وياك قانونيا. بس اذا تتجرأ وتبين انه انت عندك عداء للسامية، بغض النظر ان كنا نحكي عن اسرائيل او اليهود، هذه الحرية. بس ما حد يتجرأ يحكي. تشوف الشعب كله بوظائف هم ما يريدوها، هم ما مرتاحين بيها، بس على مود يصير عمره 60 سنة ويطلع من الاستعباد مالته، يشتري له سيارة كورفيت كان يحلم بيها، يروح ياخذ له فرة بيها باكر عقبه، فرة فرتين لل 65 70، الله انطى عمر اكثر ويموت. صار هذا الهدف الاسمى. حتى معايير الجمال عندنا، من تجي تشوف معايير الجمال عندنا، معايير الجمال تتغير مع الاعلام بناء على المجلات ايش تقولنا، الاعلام ايش يقولنا، التلفزيون ايش يقولنا. بالتسعينات اذا تذكرون كانت مودة الجمال انه تكون المرأة نحيفة، تكون طويلة ممشوقة مثل ما يقولون. هاي بالتسعينات، نطلعوا لنا امثال سندي كروفورد وغيرها، شارون ستون. تجي بال2019 الضعيفات من البنات دي يسوون عمليات على مود يصيرون خلي نقول مليانات، لانه صارت مودة، صارت رمز الجمال كيم كارداشيان اللي هي من اللاشيء سووها الاعلام فتشي يعني. واللي ما زالوا مدى يستوعبون موضوع الحرية شنو؟ موضوع انه انت تكون حر، موضوع انه تكون حر مو بالتفكير بامور خارجة عن طور العادة، خارجة عن الطبيعة الانسانية، بغض النظر عن عاداتك وتقاليدك ودينك ومبادئك وقيمك. الحق حق والباطل باطل وكله واضح. ما اخذنا الحرية بالتفكير مثلا، ما اخذنا الحرية بالثقافة والعلم، ما فكرنا انه احنا عقلنا لازم يكون غير مقيد، عقلنا لازم يكون مفتوح، ما نفكر خلال هاي الجدران الواهية اللي صنعها لنا الاعلام او البروباغاندا الديمقراطية مالتها، ما فكرنا انه احنا نصير احرار بعقلنا من الداخل، ما فكرنا انه الحرية هي مو انه الطاول على الذات الالهية، هذه مو حرية، هذه حالة نقص. ما فكرنا انه الحرية هي مو بتقبل الاشياء الخارج عن الطبيعة بس لانه دنشوفها بالتلفزيون ودنشوفها بالمسلسلات فلازم تصير طبيعية. خلنا نحكي بموضوع خط احمر، موضوع الشواذ. موضوع الشواذ كان موضوع غير متقبل بامريكا نفسها بال2003. 2019 امريكا بيها زواج المثليين وغيرها وغيرها وغيرها، ويطلعوا لي ناس من دعاة الحرية ويقولون انه هذا انتصار للعدالة والحب للجميع. انا مو بصدد انه انطي خطاب كراهية او غيره، لا بالعكس، انا في صدد انه اكو امور نعم سووها ببلدانكم، سويها بامريكا، بس اتجي تفرض علي هذا الشيء بالعراق، لا تجي تفرض هذا الشيء على مجتمع مو من قيمه وعاداته. الحرية يا اخواني هو انه انت تكون تتقبل الاراء الغريبة مو الخارج نطاق البشرية.
الحرية هي انه انت انك تتقبل جميع الديانات بدون ما تكون متقوقع بخلال انه اني صح وكل الناس غلط. الحرية هو انك تكون محب وتحب جميع الناس بما لا يتنافى ويا عاداتك وقيمك ومبادئك. نعم مرات من افكر يعني مثلا ما تتوقعون انه مثلا في بالتسعينات اللي هي قبل 25 سنة او قبل بالثمانينات او بالسبعينات او بالستينات ما طلعوا ما مثل الشواذ دولة وغيرهم وغيرهم؟ اكيد طلعوا، بس شو اللي اختلف؟ اللي اختلف انه المجتمع ما تقبلهم، المجتمع حاربهم، فاضطروا انه يرجعون الى سابق عهدهم ويرجعون على الطبيعة البشرية. وهذا احكي لكم موضوع خارج عن الدين، رجع الطبيعة البشرية وعاف هالافكار وتزوج صار عنده جهال. المجتمع الحر هو المجتمع اللي يكتب تاريخه بيده، ما يخلي الاعلاميين وغيره يكتبون تاريخه. المجتمع الحر هو المجتمع اللي يصنع من نفسه شيء عظيم، ما ينتظر احد يصنع الهيائله. المجتمع الحر ما ينتظر كلمه من احد ما على مود يوجهه للطريق الصحيح. المجتمع الحر عنده مطلق الحريه انه هو يحسب الموضوع وهو يقرر شنو الصح وشنو الغلط.